اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الإشعارات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وقد اختلف العلماء في معنى تصفيد الشياطين في رمضان على أقوال. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الحليمي: يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره، أي غير الحليمي، المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم. وقوله صفدت أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال، وهي بمعنى سلسلت. قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. قال: ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم: فتحت أبواب الرحمة. قال: ويحتمل أن يكون تصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصفدت الشياطين، ومع ذلك نرى أناسا يسرعون في نهار رمضان، فكيف تصفد الشياطين وبعض الناس يسرعون؟ فأجاب بقوله: في بعض روايات الحديث تصفد فيه مردة الشياطين أو تغل، وهي عند النسائية. ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق، وألا نتكلم فيما وراء ذلك، فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن عاقبة. ولهذا لما قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه: إن الإنسان يسرع في رمضان، قال الإمام: هكذا الحديث، ولا تكلم في هذا. ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان. وعلى هذا فتصفيد الشياطين تصفيد حقيقي الله أعلم به، ولا يلزم منه ألا يحصل شرور أو معاصي بين الناس. وقد سأل أحدهم في موقع الإسلام سؤال وجواب: هل السحرة عليهم لعنة الله يعملون في هذا الشهر الكريم؟ وكيف يعملون والشياطين مصفدة؟ وكان الجواب بأن نعم، قد توسوس الشياطين للإنسان في رمضان، وقد يعمل السحرة في رمضان، ولكن ذلك بلا شك أقل منه في غير رمضان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وعند النسائي: وتغل فيه مردة الشياطين. والمردة جمع مارد، وهو المتجرد للشر. وهذا لا يعني أنه ينعدم تأثير الشياطين تماما، بل يدل على أنهم يضعفون في رمضان ولا يقدرون فيه على ما يقدرون عليه في غير رمضان. ويحتمل أن الذي يغل هم مردة الشياطين وليس كل الشياطين. قال القرطبي: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حفظ على شروطه ورعيت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين وهم المرضى لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية، لأن لذلك أسباب غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رب أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب نجني وأهلي مما يعملون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم آمين. نود منكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة وكل عام وأنتم بخير. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.